يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول هل يجوز لي أن أخذ مال الزكاة مع أن زوجي ينفق علي لكن نفقته لا تكفي لي أنا وأولادي، وهل يجوز لي إذا أخذتها أن أتصدق منها؟ لا، ما دام ينفق عليكم فلست بحاجة. الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة، كماليات مثل شراء فواكه وشراء لحوم وشراء هذا ما كماليات ما تبيح أخذ الزكاة، إنما الزكاة تؤخذ للأشياء الضرورية مثل الأكل والشرب والملبس والمسكن، هذا الضروريات. نعم، أما الكماليات فلا تؤخذ لها الزكاة، وما دام الرجل قائما بالواجبات الكماليات لا تؤخذ لها الزكاة. وأيضا ما تأخذها وتقول بتصدق بها، لا، خلي صاحبها هو اللي تصدق بها، أنت لا تصدقين من مال غيرك. نعم.